حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا وحداتنا في هذه الفقرة هو موضوع مهم جدا يجب أن نتحدث به. بالفترة السابقة صارت أكو حملة على أصحاب المولدات اللي يرفعون سعر الأمبير حسب التسعيرة اللي وضعتها الدولة، وكانت أكو مراقبة على كل شخص صاحب مولدة يرفع سعر الأمبير بالسعر اللي خصصته الدولة، اللي في حينها كان 6000 في الوقت العادي، 12000 في الوقت الليلي أعتقد، و 15 أو ما أعرف جيد 20000 الذهبي، الخط الذهبي. البعض التزم بيه والبعض ما التزم بيه وشاله مولدته، يعني بعدنا احنا بهذا الموضوع. بس اللي صار شيء خطر جدا، بل يجب انه تتدخل باعلى السلطات. مقتل شاب طعنا على يد صاحب مولدة أهلية في بغداد بسبب خلاف على تسعيرة الأمبير. لا هنا الموضوع يراد لوقفة وصفنا ونحكي ونسولف. أولا الدولة حددت سعر للأمبير، فأنت الشاب من تعارك وياك فأكيد أنت مغلي السعر، هاي بحد ذاتها عليها عقوبة سجن أو غرامة وسحب المولدة. الثانية مال أنت تطعنه بالسكين وترديه قتيلا بسبب خلاف على سعر المولدة على سعر الأمبير، هنا الكارثة يا أخوان، هنا الغابة، هنا المجتمع اللي اشقد ما نحاول نصحح، اشقد ما تحاول القوات الأمنية الحكومة العراقية تصحح تسوي من الدولار الدينار من الأمبير من الكهرباء من كثير من الأمور التبليغ، قد ما تحاول الحكومة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا أنه نغير ما بداخلنا، علينا أنه نترك هاي الوحشية اللي ماليتنا، علينا أنه نترك هذه الأمور. شنو ذنب هذا الشاب توفى؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنب الأهل هسه اللي راح يظلون ساكنين المقابر؟ شنو الذنب؟ شنو ذنب أهل الشاب اللي طعن هذا الولد بسبب تصرف ابنهم المتهور؟ ما أعرف، يعني أمور كثيرة ما أعرف، ما أدري، ما أشوف لها حل إلا بالعقوبة القاسية. من أمن العقاب أساء الأدب. أنت تتعارك وياه وتكتله على موت سعر أمبير من الله لا يوفقك، هو أمبير ب6000 العادي، ب12000 الخط الليلي، النهاري ب6، هذا ب12000، والذهبي ما أعرف 15 مدري جيد 16000. زين أنت تتعارك وياه على موت هالألوفات؟ زين انت صاحب مولدة لو بلطجي، خلينا نتهم، شنو السكات؟ شنو عندك بالمولدة؟ يعني هاي رسالة الى الاخوة في وزارة الداخلية المحترمين، قدامكم الموضوع راح نشوفكم تفاصيله. يجب انه يكون اكو رادع لمثل هكذا تصرفات. مقتل شاب على يد صاحب مولدة اهلية في بغداد بعد اصابته بطعنات عدة نتيجة خلاف على تسعيرة الأمبير. هذه الصورة أمامكم، ما أعرف هذا عنده راوتر وعنده مخدة وعنده كل شيء، وهاي مكان العركة وهاي الدماء، هاي الدماء اللي سالت من هذا الشاب. لذلك على وزارة الداخلية والقوات الأمنية والأمن الوطني محاسبة هذا الشخص وإلقاء القبض عليه. أنا ما عندي معلومة هو ألقوا القبض عليه لو لا، بس يجب ملاحقته. يقول نمار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله
ونعم الوكيل. عمام محمد يقول اهل المولدات انه قمتوا تقتلون بالعالم. والله ما ادري يعني. ذاك اليوم شفت التقرير اصحاب المولدات ملتمين بمكان وجايتهم احدى القنوات ويناشدون والله احنا شنو ذنبنا واحنا ما يصير نلتزم. يا اخي انت تريد تبقى طول عمرك، انت تريد تبقى طول عمرك هيك ما تلتزم. فصل الشتاء هذا الـ 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 الايام اللي راحت 3 اشهر ما مشغل انت دقيقه ما مشغل، وتاخذ الفلوس على داير مليم، تاخذ الفلوس على داير مليم. قدر وضع الناس، قدر وضع الناس. بعدين انت ليش هاي السعر هذا المبالغ به؟ بعدين الدوله خلت لك تسعيره وجاي تعطيكم غاز وكل شيء زين، زيدوا الحصه مال الغاز مالتكم. بعد شنو، شنو السبب؟ شنو السبب؟ ما يلتزمون الناس، ما ادري ليش ما تلتزم، ما تحب القانون الناس، ما تحب القانون. صارت عقيل يقول هاي اللي تريدها الحكومه، انزل السعر بكتاب رسمي. يا اخوي شاهو شنو بس كتاب رسمي، بشي سولك بعد الامن الوطني والقوات الامنيه وكل شيء سووا، سحبوا المولدات اللي ترفع السعر وامروهم انه السعر هالقد يكون. يا كتاب رسمي له سعر، وفي الشتاء سعر، وان خلفتم الفتنة، وان خلقتم الفتنه وهذه النتيجه انكم خلق. حبيبي يا حاج عقيل، الدوله سوت اللي عليها. الان الموضوع بدينا، الدوله سوت وسنت القانون. يابا يا ناس هذا سعر الامبير، خلاص بعد الباقي علينا احنا، لازم نلتزم. شيء ما تقول هذا ابن موظف ويانا خطيه شاب عمره 20 سنه. يلا 20 سنه يموت على مود مولده، ضاع شبابه على مود مولده. زين الله يساعد اهله، الله يساعد امه ابوه اصدقائه، يساعد اقاربه. يتوفى، شوف ايش قد ايش قد صارت سهله، يتوفى على مود مولده. مع الاسف هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع. موضوعنا الاول اللي هو موضوع الكهرباء، اللي ما اعرف يعني المولدات الاهليه اللي ما يحبون يلتزمون ولا يحبون النظام اللي معمول بكل المناطق، ما اعرف ليش، ما اعرف. موضوعنا الثاني هسه فوق ما احنا تعبانين من عندكم وتقطعون الانترنت علينا وامتحاناتكم زين ومتحمليكم يا طلاب الثالث زين، كل ساعة وقاطعين الانترنت علينا وهو يانا والدرب بعيد زين. فوق هذا كله من تجي تخلص امتحانات تروح تمزق الكتب مالتك والملازم بالشارع قدام المدرسة، هذا ما حصل في احدى المدارس في منطقة الاعظمية في بغداد. بعد انتهاء الامتحانات اليوم خرج مجموعة من الطلاب مزقوا الكتب والملازم الدراسية. زين مو هي هاي الكتب ممكن الغيرك يستفاد منها، ممكن اخوك اصغر منك يستفاد منها زين، ما اقول لك غير طالب زين، ممكن ترسب وتطلع دور ثاني، وارد لو مو وارد. بذاك الوقت ايش راح تسوي يا اخوي؟ هي التربية والتوعية هاي لازم تكون موجودة. انا حتى خل اشوفكم الصور، خل اشوفكم الصور اللي انتشرت بصورة كبيرة حتى واحد يعرف يحكي. تفضل امامك هذه الصور، دارس الشوارع، هاي مدرسة، هاي بالاعظمية مدرسة عثمان علي العبيدي، مدرسة الشهيد عثمان علي العبيدي. قدامكم هاي الصور من منطقة الاعظمية، شوفوا الكمية الأوراق زين. عمي ما أقول لك واحد يستفاد منها غيرك، ولا أقول لك كتب وممكن تطلع دور ثاني. شاه خطية المسكين العامل مال البلدية هذا ايش راح يصير بيه؟ من ينظف وراك؟
انت اسئت للتربيه، اسئت للذوق العام، اسئت للطلاب، اسئت العمال البلديه، اسئت لاهلك، اسئت لمنطقتك. وانتوا يا طلاب الثالث ترى من انا احكي وياكم، ترى انتوا كبار. قبل بالزمانات اللي صار بالثالث اهلنا يزوجوه، ترى يزوجوه يصير مسؤول عن اسره. اللي صار بالثالث قبل هاي مناظر مو حلوه. هاي شوف الدفاتر، شوف ال 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 الكتب والملازم المشققه قبال المدرسه. بلكت الله تطلعون دور ثاني وتتندمون انتم شققتوا هاي المجموعه اللي شققت هاي الكتب. الله شلون ارتاح اذا طلعت دور ثاني، مي بارد ينزل على قلبي. شو انا اشر هنا اشر على قلبي. البعض يعني اللي شققتوا، اما الطلاب المثقفين المحترمين اللي امتحناه وان شاء الله تنجحون تروحون للرابع، بس انتم اللي شققتوا هاي الكتب والملازم وهاي الدفاتر ان شاء الله دور ثاني. وشايف من تطلع دور ثاني وانت ما عندك ظل هيك، شفت ارجع لمهن من الشارع ورقه ارجع لمهن. هذا الموضوع يقع على عاتق الاهل. اكيد انتم شفتوا هذا الموضوع، فاتمنى ان توعون ابنائكم انه هذا الموضوع غلط، هذا المنظر مو حلو. يعني انتم تشققون بالكتب والملازم امام المدرسه فور انتهاء الامتحانات. خلصنا منكم وانترنت قاطع علينا، عم تعبنا والله العظيم تعبنا من وراكم مع الاسف. خلينا نشوف. طبعا هي بعد انتهاء امتحانات الثالث المتوسط، طلبة إحدى مدارس الأعظمية ببغداد يقومون برمي المستلزمات الدراسية على الأرض. ما مسوي لك الشارع. الأسطورة يقول والله تربية متربين ما شاء الله، جيل هذا يحمي البلد ويقدم شيء للبلد. مع الأسف احنا ما نحكي على الجيل، أكيد يعني احنا نحكي على البعض، على هاي المجموعة. بالنهاية الجيل بالصالح وبالطالح وبالزين وبالموزين. أكيد محمد الخالد يقول هاي احنا كنا نسويها ونطلع كلنا دور ثاني ونظل حايرين نستنسخ ومملحقين. شفتوا مو اقولكم ممكن تطلعون دور ثاني، هذا صاحب تجربة قدامكم، صاحب تجربة هذا بكل وضوح قال احنا همينا. فيا الله الله بالناس. معقولة انت اسمك احسان؟ احسان زين، اذا احسان هاي الياء شنو؟ احسان هاي الياء شنو؟ هاي الياء يعني لا هي احسين لا هي احسان لا هي حسن، بس هي مبينة احسان. يقول والطايح بيها المسكين عامل النظافة. اي هو نفس الحكي اللي حكينا، الواقع بيها المسكين اللي راح يجي ينظف وراكم، هذا الواقع بيها. يقيني بالله يقيني تقول ويحتمل في بعضها لفظ الجلالة وآيات من القرآن الكريم. صدق صدق يعني ما فكرت جاءك بهن آيات قرآنية واسم الله. جيل تعبان ويحتاج إلى من يوجهه إلى تجنب هكذا أفعال. ليندا تقول قلة ذوق وغلط أنطيها لطالب غيرك محتاجها، الخلل يبدي من البيت والتربية للأسف. هذا كان آخر تعليق من ليندا بخصوص هذا الموضوع، الطلاب اللي مشققين الكتب والملازم والدفاتر في أمام المدرسة في منطقة الأعظمية. هذا كان موضوعنا الثاني. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة بالديوانية، أوفكس من الديوانية، خلينا نحكي. شايفين بفصل الصيف من تبدي الحرارة ترتفع إلى درجات عالية جدا، فمن تجي تشغل سيارتك وتطلع يحمسك الحر، بين ما يشتغل التبريد وبين ما يدور وبين ما نتعب، يعني خلاص نصير شو اسمه، تصير السياره عباره عن غرفه ساونا. فيلجأ بعض الناس اللي من ضمنهم اني لتغطيه السياره مثلا بالشادر، احنا نسميه شادر، غطاء
يغطون به السياره، شادر يذبه فوق السياره حتى شويه الشمس تكون اقل شده. بالديوانيه مرور الديوانيه تشن حمله لازاله الشادر على المركبات المتوقفه في الشوارع العامه، وتعتبرها ظاهره غير صحيحه ومخالفه للقانون، وتعرض المخالفه للمساءله القانونيه، وتعرض المخالفه للمساءله القانونيه. زين، هسه احنا نيجي نناقش الموضوع شويه شويه. هو شنو المخالفه؟ يعني اي مخالفه ماكو. انا مغطي سيارتي في امان الله لان شمس. شنو النوع المخالفه اللي بهذا الموضوع؟ هاي شغله، الشغله الثانيه. يعني ماكو هيك قانون، ولا شايفين هيك قانون بالمرور. انه ذا السياره متغطيه يعني بشادر، رابين فوقها شادر، هاي مخالفه او غرامه. زين، نفس الوقت انتم لازم تعرفون انه لان الجو حار، لان الجو حار، فالبعض يغطي سيارته او يشتري هذا شو اسمه يخلي عجامه يخلي، لان الجو حار ما ينحمل. سياره تصير عباره عن غرفه ساونا. اضف الى ذلك بعض السيارات الدشبول هذا يتفطر لو يتفقع لو شي يصير بيه. الاستيارن شي لازم الاستيارن يعني شلون؟ زين، وهذا اللي سيارتك شناته جلد، لا هذا لا الله. زين، ينشوي من 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 كل مكان. فخلي نشوف الموضوع وليش مرور الديوانيه مسويه هاي الحمله على المركبات اللي مغطيها اصحابها. مرور الديوانيه تشن حمله لازاله الشادر على المركبات المتوقفه في الشوارع العامة، وتعتبرها ظاهرة غير صحيحة ومخالفة للقانون، وتعرض المخالف وتعرض المخالف لي طبعا هي المفروض ويتعرض للمساءلة القانونية. شوف هذا مغطيها ببطانية جلد النمر، هذا مو شادر، هذا مغطيها ببطانية جاي يشيلها بالمرور. ليش يا اخوي؟ انا ما بيها شيء، انا اشوف الموضوع طبيعي. حارة الدنيا، وين يروحون العالم؟ حارة الدنيا، يعني وين تريدهم يروحون؟ غير حارة؟ غير الموضوع طبيعي؟ ما أعرف. تعليقات يقول سيف هذا الشيء حتى بدول الخليج، بس ما أعرف شنو المخالفة اللي يسويها الشادر. ومخلي سمايل يضحك. صدق شنو المخالفة اللي مخليها؟ شنو؟ شنو نوعها؟ ما اعرف. مصطفى يقول صدق يحجون، يعني لا يقبلون واحد يظلل ولا يغطيها بشادر، ادري شلون نتخلص من الحر. اي صدق، يعني هسه انتوا ليش ما تسمحون لنا شويه نظل النسبه ولو 5% حتى شويه نخفف من شده الشمس الحاره اللاهبه في فصل الصيف. لا تخلونا هيك نسوي ولا تخلونا هيك نسوي. ليش؟ هو شادر بسيط. انا اسال اقول هو شادر بسيط. علي يقول عيني فد مره طبوا لي البيوت وشكوا سياره بالجراج قصوا له وصل. والله يا علي ما اعرف. اعلام مرور الديوانيه شو يقول؟ يقول حمله توجيه وارشاد ولم يتم فرض اي غرامه. أما الوقوف في الشوارع العامة هو لفترة محدودة وليس دائمية، ولذلك يمنع وضع الشادر وتغطية المركبة. خويا على عين وعلى الرأس، هسه تمام غرمهم شكرا لك. شو اللي يوقف بالشارع مثلا يوقف قبال دائرته مثلا، أو يوقف هذا ما راح يوقف له فد 6 ساعات 5 بالأقل زين، فلازم يغطيها. اما اذا انت قصدك بالشارع العام اللي ممنوع به الوقوف، هاي المفروض انت ما تغرم على الشادر، انت المفروض هنا تغرم بالسياره لان واقف. صح انا احكي صح، لو غلط هم قولوا لي. انت اذا قصدك بالشارع العام اللي ممنوع به الوقوف، مو تغطس، الوقوف اصلا ممنوع، فما بالك انه تجي تشادرها وتوقف. هنا الحكي، فهمونا هيجي.
بس مو معناها اني واقف بباب بيتي او فرضا انا بيتي على شارع عام ومخلي سيارتي بالباب ومغطيها هم تغرم شغلات واشياء غير منطقيه. ابو اسامه يقول المرور يوميا مطلعين سالفه جديده ضد المواطن، اريد شغله زينه يسووها زينه ماكو، كلها ضد المواطن التعبان ماكلها. والله ابو اسامه المرور هواي عنده شغلات زينه، بس اكو شغلات يعني طبيعي تصير. ف مو كل رجال المرور ولا كل المفارس، بالعكس هم ناس يوقفون بالحار بالمطار بالبرد، نثني على جهودهم كلهم يمشون السير كل هذا. بس احنا نحكي على حالات تصير، يعني قبل كم يوم صارت عاصفة وامطار رعدية في بغداد قوية جدا. زين احنا بالتقاطع، انا شخصيا حتى موجود تصوير بالتقاطع واشوف لك ابو المرور هذا ابو سايبه خطية عطل ابو المرور ظل يدفع به بنص المطر ومطر ما ينحمل. زين فعندهم شغلات هواي حلوه، عندهم شغلات هواي يساعدون بها الناس، انسانيتهم عاليه الكثير منهم. بس اكو احنا جاي نحكي على حالات، حاله تصير قرار يصير نناقش نسولف هذا فطبيعي جدا. هذا كان اخر تعليق من ابو سامه بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع المرور في الديوانيه. موضوعنا الرابع والاخير هو موضوع انساني جميل جدا من ارض العمارة، من ميسان، الشباب الطيبة اللي تساعد واللي يعجز اللسان عن وصفهم. ذول الشباب اللي أمامكم فزعوا الواحد عنده عجز كلوي، شفاكم الله شر المرض وعافاكم، فزعوا له خلال يومين ولموا له مبلغ وقدره 80 مليون دينار عراقي. 80 مليون دينار عراقي هذول الشباب، هاي الفزعة مالهن شباب العمارة الطيبين. 80 مليون شاب من محافظة ميسان، شباب من محافظة ميسان يجمعون أكثر من 80 مليون خلال يومين لمساعدة شاب مصاب بالعجز الكلوي. بارك الله بكم يا أصلاء يا طيبين، هذا العشم بأهلنا أهل العمارة الطيبين الشباب. وهي رسالة إلى السياسيين، الناس البسطاء اللي بالمحافظة، الشباب اللي أنا متأكد هاي 80 مليون جاية من عامل بناء، جاية من خلفه، جاية من إنسان بسيط، جاية من سائق تاكسي، جاية من موظف، جاية من صاحب معمل، جاية من تاجر، كل الناس تشارك بيها بالحملات. تشارك هذا اللي بخمسة آلاف دينار، هذا اللي بخمسة وعشرين ألف، هذا اللي يطي مليون، هذا اللي يطي مية ألف، كل تشارك ما يضيع، ما يضيع يم الله سبحانه وتعالى. المساهمة بفعل الخير. خل اشوفكم المبلغ، خل اشوفكم القعدة اللمة مال الشباب هذول اللي تموا. هاي تفضل تفضل، هاي والله انا يعني ما اعرف. شوف وشوف الشباب، يعني مشهد مفرح. شوف رجل كبير مثلا، شباب يعني شباب صغار، رجل مسن وفرحانين وباع هاي الابتسامه اللي تملا وجوههم. شوف هاي المبلغ كله جمعوه 80 مليون دينار عراقي بيومين. الله يوفقهم ويديمهم على فعل الخير، واتمنى كل الشباب تساعد. لازم اللي عنده لا يقصر ويا الناس المرضى، ما يضيع عند ربك، ما يضيع. زين ما كان لله ينمو. بالنهايه هذول الشباب اللي ساعدوا هذا المسكين، هاي كبيرة عند رب العالمين. هذا الموضوع اللي ترند في محافظة ميسان، شباب العمارة أهل الغيرة النشامة الطيبين
أهل الكرم قدامكم جمعة وهذا المبلغ خلال يومين بس. طبعا نتمنى الصحة والسلامة وإن شاء الله يرجع هذا الشاب إلى أهله سالم غانم ومتعافي من هذا المرض. وبارك الله بجهودكم يا شباب، والله يكثر من أمثالكم وإن شاء الله بميزان حسناتكم. خلينا نشوف التعليقات. يقول حسين: الوجه المشرق لمحافظة ميسان. حسين آخر يقول: شبابنا الأبطال، النجمة المضيئة بالمحافظة، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. أما حسون يقول: بارك الله بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. عمر السعد يقول: أهل الغيرة اللهم ربي يوفقهم ويحفظ شبابهم ويبعد عنهم كل مكروه ويحفظ كل من سعى بهذا العمل المبارك. أما محمود يقول: الله يبارك بيهم ويجعل في ميزان حسناتكم. أكيد طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو الموضوع الأخير في فقرة فيس تو فيس. شكرا إلى ذول الشباب الطيبين، شكرا إلى أهلنا في محافظة ميسان، وإن شاء الله الشاب هذا يرجع سالم وغانم. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس. فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات والمقاطع اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في السوشيال ميديا. المقطع اللي راح تشوفوه الفيديو ما ادري يعني شنو عبالك بروضة، عبالك ماكو شيء يا ناس، ماكو شيء بالحياة، ما اشياء مو منطقية تحدث، ابراز عضلات وقعد لاقوم لك وما ادري شنو، ما هكذا تورد الابل، مو هيك تدار الامور، مو هيك تقودون البلد. خلينا نشوف الفيديو. سيادة الرئيس صوتك ترى موجود طالع، شنو اللي لا اقوم لك؟ شنو ولي لا يعني فرضا ما ولي تقوم له شو تسوي؟ تسرف نردانك وتتعارك؟ شنو وين وين قاعدين؟ وين قاعدين شنو؟ بالطلعه تظرنا بالطلعه شنو صاف؟ لو 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 سوق هو شنو اللي لا اقوم لك؟ ما انت تمثل اعلى سلطه، سلطه تشريعيه، مجلس النواب، انت رئيس مجلس نواب، واللي لا اقوم لك ويجوا ذول الحمايات ما ادري شو، عمي ماكو شيء، لا تخبلوني. ما اعرف، ضرب بقلاص مي، ضرب ببطل، ضرب بما ادري شنو، سياده الرئيس وكلها تصيح. جاي هيك تقودون البلد هيجي؟ خلينا نشوف من البداية، خلينا نشوف هاي قدامكم، هاي طبعا هاي هم زين مصورة أم الجنطة، هاي النائبة ما أعرف من هي، هم زين مصورة زين. شوف هسه يعرفوها من جنطتها، هسه يعرفوها من جنطتها زين. وهاي شوف ال 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 الصوت والصياح، الصوت والصياح، هاي يلا اسمع. واللي لا قوم لك وضربه بقلاص مي زين. عاد علي عمي تشون يا والله ما ادري تشون، شلون تقود 300 وما ادري كم نائب بالولي لا اقوم لك؟ شو عم هاي الشغله، هاي الجلسات تطلع لنا مصوره، هاي منتجه، الله يعلم الممسوح شنو، المحذوف شنو، واللي ما تنبث والمغلقه وغيرها، واللي لا اقوم لك خوش هي شنو، تهديد هي بالتهديد زين، انت تهدد ترى قوية، رئيس مجلس النواب يهدد واللي لا اقوم لك، والله ما ادري. خلينا نشوف التعليقات، خلينا نشوف شلون يقودون البلد. حيدر يقول: لابد من احياء برنامج محو الامية للبرلمانيين قبل الشعب، ما حدث في جلسات الموازنة يثبت أنه برلمان نحباني ننو.
هو كاتب ننو، هي للو، نحباني للو، نحباني للو. أبو حمود يقول مع الأسف هذول يقودون بلد. شوف الناس شقد شقد ضايج خلقها منكم. ايش يعني ترى انا جاي كحل اقول ضايج خلقها؟ يعني هي لا هي اكثر، بس انا جاي كحلها. ضايج خلقها الناس منكم. تصلح ان تكون مقدمه لبيت الشعر الشعبي. ضايج خلقها الناس منكم، بس بعد ما اقدر اكملها يعني مو شعر. محمد يقول حسبي الله ونعم الوكيل يلعبون مقدرات البلد. سيد علي يقول لو كان الهدف هو مصلحة الوطن والمواطن ما وصلوا إلى هذا المستوى المنحط. عما سلام يقول هاي الجنطة سلام، انت مركز تمركز على الجنطة، سايب المماليك والجيوش وقاعد تمضي على اطباق، انت مركز على الجنطة، عايف العركة واللي لاقوم لك وبطل المي اللي انشمر مدري القلاص، ومركز على الجنطة بيش. والله تدقق انت سلام. كاميران يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ظلم الشعب العراقي وسرق من امواله وخيراته وخان بلده وشعبه. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ظهر امامكم، الفيديو الثاني من المعركة التي لا تزال مستمرة من الحرب الروسية الاوكرانية، وتصوير بالطائرة شلون جنود محاصرين جنود روس واوكران وشغلات يعني ما اعرف شو كنت تنتهي. خلينا نشوف الفيديو. اتمنى ان تنتهي هذه الحرب التي راح ضحيتها الكثير، وايضا دمرت الاقتصاد اللي موجود بالعالم كله، الحرب الروسية الاوكرانية. في الفيديو مشاهد من محاصرة جنود روس إلى جنود أوكران وبالخنادق اللي حافريها، وهذا يرمي على هذا وهذا يشمر رمانة على هذا، قنابل يدوية. فمثل ما تشوفون يعني هذا هنا مقابل ذول. عمي هسه هي هسه احنا نريد نعرف، لا هي المنتصرة روسيا، لا هي اللي منتصرة أوكران، هسه نريد نعرف النتيجة ايش قد جيت. شكو منو علي من يومية طالعت يوم فيديو بالدبابة يلقطون بالدبابات، يوم فيديو ما أعرف. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. أمير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سعد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في صانعي الفتن والحروب. جعفر يقول مسكين الجندي، مسكين أبو الجندي وأمه وزوجته وأولاده وكل ذوي فهم حطب للحروب والصراعات ومزاجية السياسيين. أبو محمد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه الحروب وقودها الناس الفقراء والقادة متنعمين هم وعوائلهم بالقصور. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ظهر أمامكم من المعركة المشتدة ما بين روسيا وأوكرانيا. الفيديو اللي بعده حرامية سرقوا سيارة بأمريكا، سرقوا سيارة بس ما عرفوا يمشون بيها، لأن السيارة مو أوتوماتيك، ناقل الحركة الجير هو عادي وليس أوتوماتيك. خلينا نشوف الفيديو. يعني ما أعرف لو يعني هسه تلمى جيت وسرقته زين، بس هذا ايش قد محظوظ، هذا ابو السياره قد محظوظ ما طاح له الا بحراميه ما يعرفون يسوقون سياره غير عادي، محظوظ كلش. هذا يعني هم شوفوا شلون حاولوا يسرقون، حاولوا يمشون السياره باي طريقه ما عرفوا. والله انت فد واحد محظوظ رهيب، كارثة أنت، رهيب أنت مثل ما تشوفون أمامكم. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو، فيديو الرجل المحظوظ تورطوا بيها تقول شهد. أما
هادي يقول أنا ليش كل سيارة تشتريها جير عادي؟ من ورا هاي السواقة؟ إيه لا أنت محسب حسابك لي. هادي واحد اتش اي في يقول احظوظ باع الحظوظ شلون كاتبها؟ باع الحظوظ شو وقت نخليها هاي يقول هي هاي لو حظي شا حتى اني بايقيني شا اخوي هذا حظك شلون يعني احنا شلنا علاقه وهذا حظك. اما 11 ام 8 يقول اندرسكول يقول لا يمكن الجوزه مال الجير ما تنمر الا يخلي درنفيس بالفتحه او صف الجير يلا تنمر. انا كانت سيارتي هيك ما حد يعرف الا بالدرنفيس تضغط بالفتحه مال الجير حتى ينفتح القفل وما صلحت عفته هيك حتى من يطلبوها مني اقول لهم عطلانه هاكم السويتش اذا حركت بيها اخذه يصعدون يحتارون ويرجعون السويتش الي. انت غير تفكيرك فليش هيك تفكيرك؟ ها؟ فليش هيك تفكيرك؟ كل همك ما يردون ياخذون السيارة منك. ليش هيك؟ ليش هيك يا اخوي؟ ما اعرف يعني. هذا اخر تعليق كان بخصوص هذا الفيديو اللي هو فيديو السيارة اللي حاولوا يسرقوها ولكن ما قدروا بسبب انه هي بناقل حركة عادي وليس اوتوماتيك. الفيديو اللي بعده يبين لك كيفية التئام الجروح اللي تصير بالجسم. فيديو يظهر لك جرح في منطقة الأصابع وكم يوم محتاج حتى يلتئم ويتلاشى نهائيا. فيديو حلو يعني خلينا نشوف يعني مثل ما تشوفون عظمة الخالق سبحان الله. 33 يوم محتاج 33 يوم محتاج حتى يرجع نهائيا. يعني مثل ما تشوفون الفيديو جرح بالبداية زين بالبداية الجرح صار بعدين 33 يوم التئم نهائيا وكأنه ماكو أي جرح بهذا الأصبع سبحان الله. شوف شلون يظل. طبعا هذا تصوير مخليه دائمي ما اعرف شلون قدر يصوره يوميا يمكن صور له يوميا صور له فت صوره او فيديو يوميا صور له شغله وبعدين يدمجهن يسويهن بفيديو واحد مثل ما تشوفون عظمه الخالق. شوف يا سبحان الله العد ابو السكر شلون. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو اللي ايضا منتشر وجرح القلب. ها جرحك قلبك من لجم تقول وجرح القلب شلون يلتئم شلون تردي. اما دكتور جنامي 99 يقول هاي شلون صورها وخلوا يده 33 يوم شو تعبالك هيك يده بقى 33 يوم وعلى الكاميرا شنو يا اخي يا دكتور تعبالك هيك بقى مشنج عبالك بقى مش يوميه فيديو لو صوره يوميه 33 يوم دمجن بفيديو واحد يا يعني تعبالك ايش بقى مشنج يا اخوي ها انت دكتور يعني. عمار يقول سبحان من خلق فابدع. اما حماقي يقول سبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصوره كبيره جدا. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى التقيكم في الحلقه القادمه قلكم في مالا.